الراب عمره ما كان في التلفزة والراديوات مش طريقة تجيب بها الفلوس وتتعرف فما قديش مره تعمل الاسم أما ما عندهم الأصل كان التقليد محبة العباد ما تتشريش بالفلوس احنا جينا مش نكتبوا التاريخ الجينيراسيون هذه اللي قاعد تخدم توا هي جينيراسيون اكسح جينيراسيون في الهيب هوب اللي يعرفها تونس الكل وهذه الجينيراسيون اللي هي باش توصل الميساج اللي حبينا نحن قبل نوصلوه قبل لي كونديسيون مش مبيدهم بيان سور برشا حاجات مش هي بيدها مي توا فما لي كونديسيون لازمين والماتوريتي نتاع رابريت اللازمه باش تنجم توصل الميساج كيما يلزمو يوصل الاستراتيجي يمكن كلمه كبيره مي اللي تبدا ظاهره نتاع رابر ظاهر شي حب فهمت كيف نحكي على عبد الله انا بالنسبه لي انا عندي حاجه اسمها موسيقى في حياتي عندي حاجات سمعتهم وانا صغير وعشتهم وانا صغير ان فيكو هكا في الليب هوب يخليني ما نكتبش عليك بشويه اكسبيريونس معناتها حتى في الميدياتيك واحد مش معزنا الفن هذيك فماش علاش وفي الاخر وين باش توصل؟ ما توصل على لون تيرم هذيك وين باش توصلك؟ باش توصلك لهذيك بار كونتر انا كي نعمل الحاجه اللي نعمل فيها هذايا باش توصلني لهوني وين نرى فيها الحلمه هذيك وانا صغير اني نكون ما نحبش نقول بيوريست مي نكون رابور ولا ارتيست كامل والكامل لله فهمتني؟ مازلنا ناقصين في برشا حاجات الكل متفاهمين اما قاعدين نحاولوا نتحسنوا بار كونتر الموندو اللي تحكي عليه ثامر يخليك تحاول تتحسن يخليك تكري لو بوزوان تاع سيبل في تونس معينه شي يحبوا ش ناقصينهم هذوم يحبوا هذه نعملوا لهم هذه علاش خاطر عندي انا دات في البلاصه الفلانيه وعندي انترفيو من بعد باش نعمله مع اكس ومع ايغريك لا سي با سا سي با سا انت قاعد ماكش قاعد تعمل في ماكش قاعد بالرسمي ماكش قاعد تعمل في الحب عليه قاعد تعمل في الحب عليه العبيد فما موفمون فما عباد تحب تربي عباد وتربي سوسيتي وتمس العباد وتحكي على المشاكل الموجوده اليوم في تونس و اون ميم طون تبارتاجي في جود فايبس تبارتاجي في موزيكا مزيانه الانسان يسمع حكايه يفهم موضوع اون ميم طون ناجحه صاحبي صحيت فما لغه مش تحكي لي في حكايه ووو يا صاحبي والله كلامك والله صحيح اما بالله الحياه راهي جمله باهي يوكي اليوم راو حكينا على برشا مشاكل وبرشا مواضيع اما لازم نلقاو حلول زاده اليوم كي باش تحكي حكايه في 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 تيت الراب صحيح تعطيني شنو هي مشاكل نحب نعرف شنو هي مشاكل وشنو هي ذوك من الكل اما او ميم طون وريني لي انت راك تنجم تلقى حلول وتعرف تلقى حلول الكونكورونس عندي انا راهي تصنع سبيكتاكل تصنع الموزيكا في خضم هذا الكل المشكلة الكبيرة اللي في تونس معناها فما عباد عندها مدة تخدم في راب تخدم في موسيقى توا وليت برشا معناها ولا تلقى واحد اوريجينال و100 كوبي وراه سورتو كو اللي طالعين توا جدد جينيراسيون اللي طالعة تحسهم امور باك جراوند ماهمش متربين تخش عليهم متربين على الموسيقى اللي تخدم فيها الارتيستوات التوانسة اللي هما مع كامل احتراماتي مازالوا بعاد على العباد اللي خلقتهم خاطر نحب ولا نكره الشيء هذا تخلق في نيويورك الشيء هذا مخلوق في تجي تسمع فرانسيس تلقاهم اوكي جاوهم به فما بلوم فما كذا مي ماهوش زاد ومن بعد تلقى عباد لهنا عايشه تتبع في الفرنسيس اللي هما يتبعوا في الامريكان وتوا فما جينيراسيون تبع في التوانسه اللي تبعوا في الفرنسيس اللي تبعوا في الامريكان علاش ما تسمعش انت هذوما ديريكت وتو وحدك تفهم شنو هي الفرق دونك كيلكو بار في البروجي باش تحس انه عباد
on veut coller le noyau. On ne veut pas. On ne veut pas.